تعالوا نروح لخبر أنا بشوفه من الأخبار كمان الإيجابية، من الأخبار الجيدة. شخصياً لما بسافر كتير برا مصر بلاقي دايماً في محلات كبيرة جداً موجودة في بريطانيا، موجودة في أمريكا، بتلاقي مثلاً يقول لك إيه إيجيبشن كوتون أو القطن المصري، أو ملابس تلاقي عليها صنع في مصر، وده بيبقى موجود بشكل كبير وبتشوف في مصانع كتير وفي تصدير كبير جداً. الخبر اللي أنا هقوله لحضراتكم ده من الأخبار الإيجابية والمهمة. أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة نجاح صادرات القطاع في تحقيق قفزة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 47%. سجلت النسبة دي الرقم ده 641 مليون دولار، والحقيقة هو رقم كبير وفي فروق بينه وبين العام اللي قبله. الولايات المتحدة الأمريكية بتتصدر الدول المستوردة من مصر بقيمة 379 مليون دولار، يعني النسبة الأكبر بتروح للولايات المتحدة. خبر إيجابي، خبر مهم. خلينا أيضا ناخد مزيد من المعلومات مع سماح هيكل، وهي أستاذة عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة. أستاذة سماح مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا أستاذة شرف. يعني أنا بعتبره خبر إيجابي، قولي لنا مزيد من التفاصيل. طبعا احنا في الربع الاول من عام 2022 مصر تخطت نصف مليون دولار في اول طبعا ثلاث شهور، في يعني بالنسبه لصادرات الملابس سواء كان لامريكا او لاوروبا او للدول العربيه اللي هي بتاخد المركز الثالث بالنسبه لصادرات الملابس. طبعا احنا في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنميه الانتاج المحلي وحزمه كبيره من الاصلاحات الواضحه طبعا على ارض الواقع علشان يبقى فيه زياده للصادرات والحد من الواردات في الفتره الحاليه. فطبعا دي في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي في مصر وفي كل العالم بسبب برضه الازمه الروسيه الاوكرانيه. فاحنا الحمد لله احنا عندنا في تفاوت وعندنا زياده بالنسبه طبعا للولايات المتحده الامريكيه، في زياده حوالي 25% زياده عن العام السابق بالنسبه للصادرات، ودي طبعا حاجه مميزه جدا وحاجه كويسه واحنا بنشيد بيها في ظل الظروف الحاليه ان احنا في عندنا تحديات، واحنا بنحاول ان احنا في ظل الظروف دي ان احنا نقهر التحديات دي. فعندنا برضو الدول العربيه في عندنا نسبه زياده حوالي 37% عن بالمقارنه بالعام السابق، حققنا فيها حوالي 76 مليون دولار، والعام السابق كان حوالي 56 مليون دولار، كان عندي كده فرق كبير. برضو بالنسبه لاوروبا كان عندي السيزون ده او انا طبعا بتكلم على سيزون الصيف بالنسبه لنا اللي احنا فيه، ويمكن ده في الربع الاول من العام الحالي حققنا مبيعات بحوالي 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار بزياده 25% عن العام السابق. طبعا امريكا زي ما حضرتك قلت امريكا هي النسبه الاكبر، يعني امريكا هي النسبه الاكبر الحقيقه. طب يعني انا يعني هتلاقي كده مشاهد بيتابعنا يقول طب يعني لما امريكا النسبه الاكبر، طبعا لانه اكيد امريكا اكبر بكتير، ولكن انا كنت اتمنى انه يعني دولنا العربيه تتقدم حتى على اوروبا، يعني يبقى في نسبه عاليه جدا. يعني والله احنا بنامل ده الفتره الجايه ان شاء الله ان يبقى في ظل الظروف الحاليه يبقى في توجه اكتر. وكمان بالنسبه للسوق الافريقي احنا كمان ده اتجاهنا في الوقت الحالي طبعاً. ان احنا بنعمل على تنميه الصادرات وزيادتها لافريقيا ان شاء الله كلها. طبعا هي بتبقى نسبه وتناسب، طبعا حضرتك عارفه موضوع الصادرات لازم طبعاً. يكون المنتج طالع بمواصفات معينه ومحددة طبقا لاتفاقات اتفاقيات كبيرة وكثيرة فيها مصر عاملة اتفاقيات ما بينها وبين الدول. فإن شاء الله نأمل أن الدول العربية كلها الحظ الأكبر الفترة الجاية بإذن الله وأفريقيا. أكيد. أنا بشكرك جدا أستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، بشكرك على هذا التوضيح، لأنه برضو دي حاجات أعتقد أنها مهمة. يعني كل ما زادت الصادرات، كل ما أنت قدرت تدخل إلى أماكن مختلفة زي السوق الأفريقي، سوق كبير جدا أعتقد وإحنا شغالين عليه الحقيقة بقالنا أكتر من عام، أعتقد أنه كمان هيفرق في الترتيب.